بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم تنزيلي: قل اعملوا فيسر الله عملكم. إلى كافة أبناء عشيرة البكير والبوشام الأشحيل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وجهاء عشيرة البكير والبوشام الأشحيل، وبعد النقاش والتداول بخصوص أمور القبيلة، نظرا للظروف التي تمر بها من شتات وشق الصف وعدم الاتفاق على من يمثلها، قررنا نحن الوجهاء على ما يلي: أولا، نرفض تمثيل إبراهيم خليل الهفل شيخا علينا لاستغلال مكانته لمصالحه الشخصية وترك القبيلة تتخبط في شؤونها الداخلية. ثالثا، تمزيق القبيلة ومنها إهمال عشيرة البكير وشعاطات في بيانه السابق، وهم صلب القبيلة وركيزتها في الماضي والحاضر. خامسا، تقرب من بطانته السيئة الموجودة معه واستشارتهم في أمور القبيلة ولا يصلحون لذلك. سادسا، عدم حل مشاكل القبيلة وتدخل في شؤونها أسوة بشيوخ الشيوخ القبائل المجاورة. نحن وجهاء المذكورين وكافة عشائر قبيلة العقيدات لنا الحق في اختيار من يمثلنا قائد لنا، ونحن أصحاب القرار في الماضي والحاضر باختيار من يمثلنا. حرر بتاريخ 15/11/2021، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك تعبير حطناك 5. لا، كنت تجيب التعبير 10. تعبير ها؟ ما لا 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 مو مازوت، مازوت تاني. بس دسمة. المختار وين؟ شوف بالله تنشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا أزيد على ما قاله الوجهاء كلهم جميعا، ولا ننكر أنه بيت المشيخ هم الهفل، ما ننكر هالشي هذا. طبعا الشيخ إبراهيم غير قادر على قيادة قبيلة العقيدات، ومتقوقع على نفسه ضمن حوش الديوان، وحاط لي حرس، والناس تجي تتناقش أمور القبيلة مسكرين الباب عليها، وفتش وارمي سلاحك وارمي. هذا أول شغلة ما يليق بشيخ عشيرة، ما يليق بشيخ عشيرة مثل هذا. يعني أول شغلة ديوان المشيخة ما لازم نحط له باب، هاي أول ناحية. ديوان المشيخة ما ينحط له باب وحراس، لا تقول لي أمنيات. أنت شيخ قبيلة ما حد له علاقة معك، لا من بعيد ولا من قريب. الأمنيات على غيرك، على الناس مطلوبة. أنت رجل شيخ قبيلة ما يليق بيك أنه تحط حرس على الباب، ما حد له علاقة معك، ما حد له مظلمة معك، ما حد له كذا. فهذا طبعا أسئت للناس والوجهاء اللي يجي يراجعونك مشان طبعا من كل قبيلة العقيدات أسئت لها، مشايخ وجماعة ووجهاء يجون يناقشون حال القبيلة. يعني هل عنده مشاكل، هل عنده كذا. أنت بدورك ما تسكر الباب وجوههم وحط لي حراس على الباب التفتيش وارمي سلاحك، وهذا ما يليق بيك أنت، وتسيء للمشيخة. ثاني شيء، أنت متقوقع على نفسك ضمن هالحوش، القبيلة فيها تعازيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من أمارة البكير، احنا مع أهلنا كل العقيدات وكل القبائل وكل من يريدنا، لا ننفر حدا. احنا هالرجل إبراهيم كل ما يروح عليه واحد يقول لك مسكر الباب بوجهه، ورغم خلافات العشيرة ما واج على خلاف، ولا واج على أي إنسان، ولا على وجيه، ولا على شيخ، ولا على أي إنسان كان، وقال نريد نحل هالمشكلة هذه.
هزل مجاعد قدام الديوان ومع المستشارين تبعه، والبطانة غير صالحين، والبطانة اللي عنده والمستشارين غير صالحين للعشيرة وللقبائل، واحنا ما نرضى هذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بماجد تعال لجي خمس هات سمي.